الحقيقة أنه إحنا مكملين حديث عن المرأة المصرية، مجالات عدة وتفوق في مجالات مختلفة، وزي ما كنت بقول لكم مجالات يمكن ما كناش بنسمع فيها قوي عن يعني ستات بيتفوقوا فيها. هنروح من الفيزياء للرياضة، ولاعيبة الحقيقة حققت مركز أول وذهب، ويعني عملت يعني طفرة. أعتقد أنه دي أول ميدالية ذهب فردي في البطولة للسيدات، الخاصة كمان بالشطرنج، البطولة المقامة في نيجيريا، كسبت برصيد 7 نقاط من 9 جولات، توجت ببطولة أفريقيا وتأهلت لتمثيل قارة أفريقيا في بطولة العالم للسيدات 2023. معانا دلوقتي عبر زوم اللاعبة شاهندة وفا المتوجة بذهبية أفريقيا في الشطرنج. يا شاهندة مساء الفل عليكي وألف ألف مبروك. مساء الخير، الله يبارك في حضرتك. أنا عارفة إن أنتوا بيت كله فيه شطرنج، عندكم كده فرقة يعني وافة ناجي للشطرنج ومتأهلين جوه البيت، فاحكي لي كده عن التفاصيل. هو إحنا بابا من وإحنا صغيرين علمنا شطرنج، كان في الأول أنا وأختيني الأكبر مني، وبعدين أنا وأختي كملنا، وبعدين بابا ابتدى يعلم أخواتنا الأصغر، فإحنا أنا وأختي يعني بدأنا مشوارنا مع بعض ولحد دلوقتي مكملين، واخويا دلوقتي برضو معانا يعني في طب بيمارس احكي لي بقى الكواليس في نيجيريا والميدالية الذهب، ودلوقتي داخله كمان بطوله العالم، احكي لي ازاي جهزتي نفسك وازاي استقبلتي اصلا يعني قابر الفوز. والشطرنج اعتقد لعبه ما هياش سهله برضو على البنات، اللعبه محتاجه كتير من الذكاء والتركيز والمجهود الذهني يعني الرهيب. هي المسابقة كانت كويسة، كان فيها مشاركين من دول كتير، من منتخبات كتير أفريقية، بس الحقيقة هي ده تالت لقب أحققه، دي تالت مرة أكسب المسابقة دي. انت القابك بالنسبة لهم في البيت اخبارها ايه؟ يعني انت رقم كام في البيت في الالقاب؟ أنا رقم 3. لا ده انت محتاجة تشدي حيلك شوية، واضح ان البيت فيه يعني جوائز اكبر من دي كمان. لا أنا كمان ما فهمتش السؤال. لا قصدي انتوا كلكم بتلعبوا شطرنج، اختك واخدة بطولات وباباكي كمان كان واخد بطولات. هي أختي، أنا أختي كسبت المسابقة دي 4 مرات قبل كده، وأنا كسبتها 3 مرات. ده الموضوع وراثة في العيلة إحنا بقالنا تقريبا 10 سنين بنلعب ما شطرنج. شاء الله. طيب هتجهزي نفسك ازاي لبطولة العالم؟ يعني هحاول أتدرب وأستعد عشان يعني أعمل نتيجة كويسة. هي بتبقى مسابقة قوية جدا، وبيبقى لازم يبقى فيها قبلها تدريب يعني على فترة زمنية طويلة عشان نقدر نحقق حاجة، فهحاول أتدرب كويس قبلها. بتحضروا نفسكم ازاي؟ يعني استعداداتكم بتكون عاملة ازاي؟ التدريب ده بيكون شكله عامل ازاي؟ هو تدريب الشطرنج في حاجات كتير جدا، يعني في كتب كتير جدا في الشطرنج، محاضرات، برامج، فالموضوع كبير جدا يعني. بس فاحنا ممكن بنشوف مثلا خصمنا بيحب يلعب ايه، ونحاول نحضر الافتتاح بتاعه، او نتدرب عامة ان احنا نحسن سكيل عندنا في الشطرنج، ان احنا نبتدي مثلا نحل بازلز عليها او نقرأ كتب عليها او كده. أنا سعيدة بيكي وفخورة بيكي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا شاهندة وفا، يعني لسه واخدة ذهب في أفريقيا في الشطرنج وطالعة بطولة العالم للسيدات 2023. إن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في البطولة.